أرحب بانضمام ضيفتنا أحلام شرقية الصحفية والباحثة أيضا في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك أستاذ أحلام، وضعينا في صورة أيضا أبرز ردود الفعل الإسرائيلية التي وردت من وزراء أو من قبل نخب إسرائيلية بشأن ما جرى في شارع الرشيد. أهلا بكم. لا شك أن ما جرى في شارع الرشيد أحدث بلبلة كبيرة، أيضا على الصعيد السياسي، أيضا على الصعيد الدولي. طبعا في اعتقادي إنزال، أولا خلينا في البداية ندرك أو يعني نشوف كيف، ليش إسرائيل يعني تصرفت هذا التصرف، وهو إدخال أو مساعدات وساحنات لداخل قطاع غزة في هذا التوقيت، يعني الغير معتاد خلينا نقول. طبعا هذا جاء، هاي خطوة تكتيكية عسكرية إسرائيلية بعد مظاهر، بعد ما طبعا صرح العديد بالكثير من الضباط الإسرائيليين بأن حماس ما زالت مسيطرة في جنوب القطاع، وما زال هناك مساهد لعناصر حماس يعني تحدث، تقوم بعمليات رقابة على أسعار السلع في الجنوب في خان يونس، وتقوم بتنظيم الساحنات التي تدخل. صرح المراسل، وهذا يعني أمر مثير للجدل ويجب ذكره تحديدا من أجل أن نعلم يعني أبعاد هذا الحادث ما حصل يوم أمس. أعلن أو صرح ألون بن دافيد المتحدث العسكري على قناة 13 يوم أول أمس من حادثة الرشيد أن إسرائيل ستقوم بعملية تكتيكية لمنع مظاهر سيطرة حماس في الجنوب. هذه المظاهر لا شك أنها أغضبت وأثارت غضب الكثير من المواطنين الإسرائيليين، كذلك القيادات الإسرائيلية. الأمر أثار يعني غضبهم أنهم هم بعد 5 شهور من الحرب وما زالت حماس تقوم بالتنظيم والتنسيق والترتيب والقيام بمراقبة أسعار السلع في خان يونس. هذا الأمر أثار جدل واسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأسبوع الماضي، وصرح ألون بن دافيد أن هناك خطة تكتيكية للجيش الإسرائيلي في إدخال المساعدات. الخطة التكتيكية هي أن تقوم إسرائيل في إدخال المساعدات بوقت يعني غير متوقع، تقوم بإدخال هذه المساعدات وبالتنسيق، وهكذا هذا ما قاله ألون بن دافيد نصا، بالتنسيق مع جهات من عناصر فتح في الداخل أو السلطة الفلسطينية في داخل قطاع غزة، من أجل أن تقوم عناصر فتح أو العناصر التابعة للسلطة الفلسطينية من أجل هي تتولى أمر تنظيم الساحنات وإعطاء ومنع المساعدات للمواطنين في غزة. إسرائيل لا تريد مظاهر عناصر حماس، هم من يقومون بالسيطرة وفرض النظام والترتيب في تحديدا في الجنوب. لذلك قامت إسرائيل بعملية تكتيكية باعتقادي في إدخال المساعدات فجرا في تمام الساعة 4 فجرا، وهي يعني بهذا التوقيت طبعا إسرائيل كان يعني صرحت إنه أن نحن أدخلنا هذه المساعدات في هذا الوقت يعني كي لا يتم منعها من قبل المستوطنين الذين يتظاهرون في معبر كرم أبو سالم، ولكن هي خطة تكتيكية لمنع مظاهر سيطرة عناصر حماس في الجنوب وقامت بإدخالها. طبعا هناك ما حصل أنه الجيش الإسرائيلي على ما يبدو أنه شاهد أن هناك تنظيم وأن هناك عناصر من حماس قامت بتنظيم هذه الساحنات وقامت بإطلاق، طبعا إسرائيل تقول أنهم قاموا بإطلاق قذيفة واحدة من دبابة بعدما تقدم إلى لهذه الدبابة اقترب منها مواطن غزاوي، فقامت الدبابة بإطلاق قذيفة. وطبعا الدبابة كما نعلم نحن لا يتم استخدامها
في أماكن يعني قريبة. الدبابة هي يتم استخدامه القذائف هذه لأماكن بعيدة المدى. لذلك إسرائيل يوم أمس طبعا صرحت وأسرع بالتصريح دانييل هاجاري عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية وأجرى مقابلات مع إعلام عالمي من أجل تبرير هذا العمل بقوله أن الدبابة أطلقت هذا الصاروخ أو هذه المدفعية من أجل الدفاع عن نفسها أو عن الجنود المتواجدين. وأن ما جرى وسقوط أيضا هذا العدد الكبير وإسرائيل تقول هذه الضحايا أو عدد الضحايا الكبير هذا الذي يعني حصل يوم أمس وهي مجزرة طبعا بسبب تزاحم أعداد كبيرة من سكان غزة من أجل الحصول على المساعدة. هي ركزت الرواية الإسرائيلية دائما هنا أحلام على مسألة التدافع. صحيح لكن القيادات الإسرائيلية لكن القيادات تفضلي. القيادات الإسرائيلية تعلم جيدا أن هذه الرواية هي رواية لم تصدقها الولايات المتحدة وهذا ما صرح به الصحفي عوزي رابي في الصباح وقال أن لم تصدقها الولايات المتحدة الأمريكية. هنا أستاذة أحلام بالحديث عن نتنياهو في استطلاع رأي لمعاريف يقول أنه 22% من ناخبي حزب الليكود أي مناصري بنيامين نتنياهو حزب بنيامين نتنياهو يعتقدون أن غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة. هل بدأت تتغير الموازين فعليا داخل إسرائيل تتجه أكثر فأكثر وبشكل أوضح ضد بنيامين نتنياهو؟ أولا الموازين تغيرت وهي لم تبدأ تتغير من اليوم أو بالآونة الأخيرة، هي تغيرت منذ 7 أكتوبر في إسرائيل وانضمام جانس لكابينت الحرب المصغر وأيزنكوت كان بسبب الدعم الإسرائيلي من قبل المواطنين الإسرائيل ودفعهم لجانس وأيزنكوت أن يدخلوا في كابينت الحرب المصغر لأنهم ببساطة شديدة يعني لا يثقون بنتنياهو لأنهم يعلمون أن نتنياهو كل ما يريده هو يعني الخلاص أو الاستمرارية الحرب من أجل أن ينجو بنفسه، وهو طبعا أصبح الكل الداني والقاصي يعلم أن نتنياهو الهدف الأول لديه أن أن هذه الحرب تستمر. لكن أنا في اعتقادي ما رأيناه يوم أمس في الليل وهو يعد حدث مفاجئ للجميع، إطلاق سراح عشرات من الأسرى الفلسطينيين في اعتقادي هو يعني سيكون نقطة فارقة في الأيام القادمة، وأنا في اعتقادي أن هذا سيكون بداية لتنازلات كثيرة ستقدمها إسرائيل في الأيام القادمة من أجل الامتناع عن دخول هذه الحرب قبل شهر رمضان. طبعا هناك حديث بين أوساط السياسيين والصحفيين أن ما حصل يوم أمس هو تنازلات إسرائيلية وتحديدا بعد التصريحات المتضاربة لنتنياهو أن لا علم لديه من قام بالإفراج عن عشرات الأسرى، وأسرع أيضا بن جفير برمي المسؤولية على الشباك أيضا قام بإلقاء المسؤولية على سلطة السجون، والتي قال الشباك تصرح أن سلطة السجون ليس لديها مكان تستقطب به السجناء، وهي تقوم يعني بإطلاق سراح سجناء من المفروض أن يتم إطلاق سراحهم في الشهر القادم. طبعا هذه رواية كاذبة. 4 أجهزة أمنية في الصباح أعلن ضابط كبير مسؤول كبير في مصلحة السجون الإسرائيلية أن 4 أجهزة أمنية متخبطة ولديها بلبلة وعدم استقرار، وتصدر تصريحات متضاربة حول ما سبب إطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين يوم أمس بدون سابق إنذار، مع العلم أن نتنياهو يوم أمس قام
يعني خرج بخطاب يعني أننا مستمرون في الحرب وإلى ما ذلك، ولم يتطرق حتى لإطلاق سراح الأسرى. فالأمر هذا أحدث بلبلة أكثر وأكثر، واستطلاع معاريف لو أجروا الاستطلاع يوم غد يعني سيجدون أيضا نسبة أكبر تؤيد جانس، لأن حتى اليوم في صباح اليوم من المطلع على الإعلام العبري والسارع الإسرائيلي يرى أن حتى اليمين أصبح يصرح أن نتنياهو يراوغ وأن الأسرى الفلسطينيين تم إطلاق سراحهم بموافقة نتنياهو وموافقة بن غفير، ولكن بطلب هذه المرة مباشر من الولايات المتحدة. وهناك مثل في العبري يقول يردون رأس الماء على الأحداث الساخنة، وهذا ما حصل فعلا يوم أمس، باعتقادي أننا في الأيام القادمة سنشهد يعني أحداث طارفة جدا وفارقة إقليميا ستكون في المشهد في الحرب على غزة. يعني وتحديدا إنه إحنا بأيام يعني جدا محدودة، أيام حاسمة جدا قبل شهر رمضان، إسرائيل لا تريد أن تدخل جبهات عديدة، وهي تعلم وهي على يقين أن إذا دخلنا في الحرب خلال شهر رمضان سيكون هناك جبهات عديدة من الداخل الفلسطيني، من الضفة، من الخليل، من الجنوب، من الشمال، من اليمن. لذلك إسرائيل الآن غير مستعدة، إسرائيل اليوم يعني غير مستعدة، ليس لها قوى عاملة، ليس لديها قوى عاملة حتى في السوق بإسرائيل. حتى جنود الاحتياط اليوم يعني بعد كذا شهور خرجوا، مصالحهم تسكرت، تعطلت، انهيار اقتصادي داخل إسرائيل. لذلك إسرائيل تطالب بشكل غير مسبوق بتجنيد الحريدين، وهذا امر غير يعني غير مسبوق، لانه يعني بالنسبه للحريديم انه يعني من الامور الاساسيه والمبدئيه بحسب دينهم انه يعني لا يصلح انهم يدخلوا للجيش لعده اسباب باعتبارات دينيه طبعا. فلذلك اسرائيل اليوم لا اعتقد انها كما ايضا صرح الجنرال يضحك بريك وقال أن إسرائيل اليوم يعني ليس فقط لا تستطيع أن تستمر في جبهة واحدة وهي جبهة حرب غزة، هي لا تستطيع أن تفتح على نفسها جبهة في الشمال أمام حزب الله. لذلك إسرائيل تريد يعني لملمت، أنا باعتقادي لملمت الأمور وعدم التصعيد لمصلحتها. الآن نحن إسرائيل يعني منذ أسبوعين تنتظر رد حماس، طبعا نحن نتحدث حول القيادات الداخلية وليس القيادات الخارجية. ما زالت إسرائيل تنتظر رد حماس، وهي على يعني وهي تعلم أن الشرطين المهمان في شروط الصفقة هي وقف الحرب بشكل كامل والانسحاب بشكل كامل من قطاع غزة، وطبعا إعادة إعمار غزة وإلى ما ذلك. لكن نعم أستاذ أحلام، حماس لن تتنازل عنهم، وهي وقف الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وهو ما ترفضه أيضا السلطات الإسرائيلية إلى حد هذه اللحظة. أشكرك جزيلا على وجودك معنا في هذه الساعة من تغطيتنا، أحلام شرقية الصحفية والباحثة في الشأن الإسرائيلي.